somebody there? Is somebody there? صباح الخير الغزالات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم، اموركم كلشي مزيانه؟ عايز تقول لي عاوتاني فين غادا؟ ما كاين غا الخروج، ها ما بقى عليك حكام. قلت لي طلعت لكم الدار في الراس ولا عليكم. شوفوا الصيف جاي، رمضان هو غادي يسالي ان شاء الله بحول الله. ما كاينش شي قنيته هنا في لندن ما غاديش نديكم ليها، وخارج لندن ان شاء الله. هالف ترم هاد الفناكش اللي عندي يا اختي كيقهروني، هادي غير جوج، اما اللي عندها اكثر فالله يحسن عوانها، الله يحسن عوانها، الله يحفظهم لنا يا ربي. كيتشادوا على حوايج اللي هما صغارين وكيضربوا عليهم، اللهم تنقول خاصني نخرجهم. ملي كتكون هاد الهالف ترم يوميا خاصني نخرج يوميا، ولا غادي ندير الهربه، غنهز الساكور ندير الهربه. كيسلم عليكم مسيو، داي لايك يور ايديا. جود جود، ماي ايديا از بيست. يا يو ايديا از جود جود، مزيان يا مزيان مزيان. المهم البنات اللي ما شافوش الفيديو، الفكره اللي عطاكم مستر الحسين ما تعجبني، ما تعجبوش نقول ليه الحسين، يا دون لايك الحسين. لا انا دون لايك الحسين، انا دون لايك مي. حسين زكوت مستاش. يا بنات المستاش تو. لا لا هي هيز سيلي، هي دازنت وير ذيس كلوز. حسين عزاف هي ان مانيكا عزاف. هاد المرأة نخرج انا وياك حسين. شي ويرز ماي اوفر كوت لوك لايك حسين. قال لك كنلبس جاكيتو باش نولي بحال حسين، مستاجو كبير حسين، ياي هي هذا بيك مستاج. المهم احنا مخرجين الفناكيش وغادي نمشي انا ما مفكاش اليوم، خاصني ناكل الحوت، غناكل الحوت، غناكل الحوت ان شاء الله، غنمشي على بكري. عمران كيحمق على الزبيب. وين وين قولياش قولياش عمران؟ انا حبيبي ديالي. جينا حدا الشجر، الحمد لله ملي جبت الجواكت حيت هنا محرك البرد مزيان. ريحه هذا الورد كتحمق، قطع منا شويه. واو هذا ديال الزنبوح ولا ما عرفتش، يمكن شنو بعد الزنبوح. ثاني ما لقيتش الحوت، هانتوما مشيت لتسكو مع 6:15 لقيناهم جمعوا، جيت لازدا بقات 15 دقيقه ل 7 لقيتهم حتى هما جمعوا، وانا البارح قالوا لي راه ما كيسد حتى ل 7 اجي ندي دابا. انا بغيت الحوت، انا بغيت الحوت، غنجي نصيد الحوت. نمشي نصيد الحوت يا بنف دو فيشين. We're gonna search for fish. No fishing, fishing. We need to go to Spitalfields market, buy a whole fish, and it doesn't finish. It takes a month to finish. Buy me Dillah. Dillah? Dillah is. Mom of Dillah. Shall we go buy Dillah? Yeah, why not? You buy Dillah. Don't tell me you didn't find the watermelon. No, he said they didn't bring any today. Tomorrow. Ay, mal habiba. I bought some chicken steaks in a put in a grill. Ashad zahar. Did you find msemen? Didn't have msemen either. Oh really? Serious.
أيما يدو بيتا ما سمان دان دان إيش قلت؟ What did you say؟ يدو بيتا ما سمان دان قلت مسمى ديالي حسن من اللي كيبيعها. Are you just trying to make me feel better, yeah? كيحاول يطلع لي المورال. Homemade stuff is always better, isn't it? You know what? I'm just gonna sleep. أنا ما ضربها بنحسة حنا. هذا النهار ماشي ديالي. I'm just gonna sleep. I'm just gonna sleep. نهار ماشي نهاري. ماشي نهاري. ماشي نهاري. عمران كيقلب على بابا. فين بابا عمران؟ ماشي كاين ما كاينش تما ما كاينش تما عمران البنات انا لقيت لكم واحد ليفلات هنايا اللي الا بغيتو تمشيو للعيد ها هو البنات عطيتكم لا دات والبلاصه في برجس بارك نهار 4 ولا نهار 5 سكتينيال نهار 4 ولا نهار 5 من 10 حتى ل 7 هنايا ديري لكم التيكيت برايسز شفتوها 1 توكن بواحد و 20 بنس و 10 توكنز ب 10 الباوند انا خليت لكم تصويره هكا كبيره باش ديروا لها سكرين شوت اغزلاتي يبغى هذوك الجيلات اللي خديت من قصد البارح وغادي ندير لهم الخلطه العجيبه ديالي غتكون دابا حفظتوها بدان المسوس والعطريه وصافي انا غادي نسلق البطاطا غادي تاني ندير لها العطريه المعهوده اللي ديما كنبارطاج معاكم ساهل ماهل وصافي عند باقي عندي شي مسمنات كنت درتهم في الفريكو نسيتهم حتى هما غادي نسخنهم صافي دائما خصكم حتى الساعه الاخيره عاد عاد كتبدا تصيب الفطور عيد كلوك يما شتو راه 8 المهم الساعه الاخيره عاد كنا غادي نطيب الطوري ومنسترسيش راسي النهار كامل كنقضي فيه على راسي دير بحال البنات اصلا اخر رمضان صافي كتعياي كتبقى ولا شي واد لا حتى شي حاجه الخيضات ديال الدجاج ها هما غير طابو كيدو معايا الساعه اللي ما قال النيشان في الفران مسمناتي وانا ماشي كنقلب عليكم البطاطا هاد الحسوه ما شربناش منها بزاف البارح ومشطت اليوم هاد رمضان والله ما نكذب عليكم الحريره صيبتها جوج مرات والاغلبيه اللي كنشربوا هذه البلبوله حيت خفيفه والاخرى ديال السميده المهم انا ما كنتقلهاش بزاف هنايا عندنا غارليك بريد كيعجبوا وليداتي ميطيشه براد تاعتي انا كنشربو كيما قلت لكم بوحديتي ونحط اختي كاس واحد ما نحط حتى الكيسان يتوسخوا ليا ونبدا نغسل كاس واحد صافي هادو حليوات جابهم راجلي وهنايا المطيشه صافي والماء حنا ما كنديروش كما كتشوفوا ما كنديروش العواصر نهائيا كنفضلوا ناكلوا الفواكه كما هي يعني كنستافدوا منها هكاك لا ليمون لا تفاح لا بنان ما كنديروش العواصر كنشربوا هذا الماء صافي البنات هذه هي طلبتنا المتواضعه لليوم وبصحه فطوركم غزالاتي وصل لي واحد الصنادق طلبت اونلاين البنات وجاني في ظرف يومين دغيا صيفطوه ليا وفرحت بزاف صراحه لاك سخيفه اللي تعطل ولكن الحمد لله جاء في الوقت المناسب خديته من هاد السيت البنات هي كما كتشوفوا عيد بارتي دوت كو دوت يو كي وعندهم حتى الصفحه ديالهم في الانستغرام المهم غادي نخلي لكم كل شيء في صندوق الوصف نخليكم حتى هنا في هاد القميصه الويب سايت وكذلك الانستغرام ديالهم على بركه الله اول حاجه هاد القبيصلات ديال البلاستيك اكيد مكتوبه فيهم عيد مبارك ونتحب باش نحسوا بالاجواء ديال العيد ونحسوا حتى وليداتنا ومازال ان شاء الله نمشيو نديروا دي سوربريز للوليدات انتما البنات كيما كتشوفوا لي هنا واقفه عليا باغا تشوفها هاكا ها انتما غزالات كلشي مقومباني مزيان وكل حاجه في بلاصتها وصلتني هادي ما عرفتش شنو هي شوف شنو كاين هنا من الداخل هادو كيديروا البنات في الطبيصلات شفتوها فوق الحلوه ولا شي حاجه انتما هادي مكتوبه فيها عيد مبارك زاني صراحه وعاوتاني هاد العيبات هما على ما اظن هي مكتوبه فيها عيد مبارك
المهم راه كلشي البنات غادي نقاد معكم ان شاء الله في نهار العيد غادي تشوفوا هذا الشيء كامل. وهادو ما عرفتش شنو هما هادو، غادي نحل معكم وحده. البنات مكتوبه فيها عيد مبارك، وين تيجي الزوج ديالي وينقدني يقول لي كيفاش كيتركب هذا الشيء. المهم يمكن كتعلق بحال هكا. كيما قلت لكم انا الديكور غادي نقادو معكم، صيفطوا ليا وحده جوج من هادو وجوج من هاد الصفران، صراحه زوين وعجبوني بزاف. شنو عم صيفطوا ليا؟ صيفطوا ليا هذا حتى هو في الكتابي، زيني بيه فوق الطبله. بالنسبه للبنات اللي عزيز عليهم الضغي، انا بزاف كنميل كما قلت لكم تاع النقري او البنات هيلال فيني ونصاحب الله. وبالنسبه للبنات الصالون كما كتشوفون انا اصلا هاد الفتاي كاع طلعوا لي في راسي، ان شاء الله غادي نبدلهم، ولكن كما قلت لكم اختكم شويه عليا مازال بناتي. و هاد العيبات هادو هاكين ديكور ديال العيد نهال. هذا البنات هو ديكور على هذا الشكل كما كيبان لكم في هذه الباكيه ها هي. المهم حتى هما صيفطوهم ليا في المقري وفي الذهبي، تشكيلاتهم صراحه الله واعر كما كتشوفوا. هادي ما عرفتش شنو هي عاوتاني. المهم راه في السيت ديالهم شارح لكم كلشي كيفاش كيتعلق. هادي هادي مكتوبه فيها عيد مبارك، ها هي الدوغي كتجي معاها هاد السنتة ديالها باش تتعلقيها. نابكين بهاد اللون، وهادو ما عرفتش شنو هي بس نحلو. هذا القلع، القلع ديال الطبلة هذا كما شفتو مهم درت الروينة هنايا. وعطاوني معاهم كيسان تا هي مكتوبة فيهم عيد مبارك، صح الله واعر هاد الشيء. واخر حاجه ما عرفتش شنو هنا، هذا حتى هو هلال سيبو في رمضان كريم جدار. هذا واعر، هذا فنيون البنات جدار. صافي هادشي هادشي لي صيفطو ليا بقى هادي تا هي أظن تا هي مكتوبة فيها عيد مبارك. تكون فيها مكتوبة يا عيد مبارك. المهم خليكم معايا دابا نقاد الديكور ونوريكم الشكل النهائي. كما قلت لكم البنات الا بغيتو تاخذوا هذا الشيء من الويب سايت غنخلي لكم جميع الروابط لتحت في صندوق الوصف.
شوفوا البنات، انا هكا زوقت الطبيله على حسب هذاك الشيء اللي عندي. بالنسبه لهذه كما قلت لكم، هذه البنات راه كتحط وسط الطبله، كتحطوا فيها يا اما التمر يا اما شوكولات يا اما حلوات، حتى نهار العيد ان شاء الله عاد ديك الساعه نعمروا الطبيله. المهم انا غير بغيت نوريكم الديكور، الا بغيتوا تاخذوا منه افكار وديروا بحالو. كما كتشوفوا هاد العيبات هما راه كيمشيو فوق الحليوه، كيمشيو فوق سمنات معمرين على حسب نتوما واش طيبتوا داك النهار. وهادو حتى هما كما كتشوفوا حتى هما تيمشيو فوق الحليوات. تجي حاجه اللي هي سامبل، انا دابا غير وريتكم الشكل، وان شاء الله حتى نهار العيد هذيك نساع نزوقوا الطبله ديالنا ونعمروها بالحليوات والبريوات وداكشي اللي قسم الله. عندي لكم البنات كود برومو عيد 10 باش تحصلوا على 10% تخفيض من سيت www.eidparty.co.uk. ما تنساوش تصيفطوا ليا صورات ديال ديكوراسيون ديال العيد ديالكم على الانستغرام ديالي اللي هو هذا @قناة زينة. زلاتي كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم، المهم شي حاجه بسيطه تقاسمتها معكم غير باش نفرحوا هكا الاولاد. وكما قلت لكم ان شاء الله غادي نمشيو مازال نخرجوا نشريو هادو النهال وعمران هدية العيد، ديروها لهم ان شاء الله سيربريز. ومن هنا لتما نطلقكم ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله نبارطاجي معكم، عاوتاني قبل لا يجي العيد نبارطاجي معكم الجلابة ديالي الا كنت غادي نمشي نقش الحنة ولا هذا، راه نبارطاجي معكم. وان شاء الله نهار العيد عاوتاني نبارطاجي معكم العيد كيفاش كيدوز. وتهلاو فريوسكم وغزالاتي، موح عليكم.